رجعنا معكم مشاهدينا الكرام، فقرتنا الثانية في برنامج شباب قول وفعل مع ضيوفنا اللي منورينا في الاستديو فريق أمنية. طبعا راح نتكلم، هم مشروع لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية سواء كانت تخص يمكن قنان الماء أو غيرها. معنا أيضا من هذا الفريق سناء القملاس، عضو في فريق أمنية، حياك الله معنا في برنامج شباب قول وفعل. وأيضا فرح شعبان، حياك الله. مساء عليكم بالخير وحياكم الله، وتشرفنا فيكم وتواجدكم ويانا في برنامج شباب قول وفعل. شرف لنا. الله يسلمكم. بداية نبي نعرف شنو هو مشروع أمنية، يعني نتكلم عنه بشكل عام. ابتدي يا سناء ولا أنا ممكن أعطي فكرة مبدئية. أساسا الفكرة ما هي جديدة عندنا ولا هي جديدة في العالم، احنا مفكرين في الموضوع صار لنا فترة، لكن احنا قررنا ان احنا هذا الوقت اللي احنا نبتدي ننفذ فيه. الفكرة هي عبارة عن تجميع كل ما يتعلق في بلاستيك PET اللي هو في رمز التدوير رقم واحد، كل ما يتعلق فيه، مين اللي أهم شيء، أهم سورس حقه اللي هو بطول الماي والأشياء العبوات الشفافة الثانية إذا تقرون عليها رقم واحد، فإحنا اللي هو عبوات البيبسي وغيره، يعني الشغلات الغازية الشفافة والكلام هذا. حلو. الفكرة إن إحنا في الكويت ما في صناعة تدوير جادة. حلو. أوكي. فلما كان يتجمع في السابق كان ينكبس ويتصدر، أو في أسوأ الحال، أو هذه حالات مو كثيرة، وفي الأغلب كان يردم في المرادم. حلو. فلأن البلاستيك هذا يأخذ حجم كبير لأنه خفيف وزنه، فما حد خذا سيريسلي إنه هو يسوف منه الصناعة للتدوير مثل ما هي موجودة في العالم. في أوروبا يسوون عليه مزادات بين الدول عشان يأخذونه عشان يدورونه. حلو. فإحنا قررنا إن إحنا إن حان الوقت إن إحنا نبدي صناعة إعادة تدوير. في الأول أول مرحلة اللي هي لازم نوعي الناس بالفرز من المركز من البيوت. تحطون البلاستيك الشفاف على صوب، احنا ناخذه نعطيكم الكراتين، نرجع ناخذ الكرتون او الشيس منكم وناخذه. مستقبلا المرحله الثانيه بعد نشر الوعي وبعد ما احنا نجمع كفايه ان شاء الله بدعم الحكومه انها ممكن تساعدنا للحصول على المصنع. نعم. خلينا نتكلم فرح عن الهدف الاساسي، يعني يمكن احنا خذينا نبذه سريعه ان احنا لازم يصير عندنا وعي وموضوع التدوير، احنا مو واعين ان هالماده هذه جدا مهمه. شنو الهدف من اعاده التدوير او صناعه اعاده التدوير في دوله الكويت خصوصا لهذه الماده؟ شنو اللي تبتنتجونه فيما بعد من وراء هذه الماده؟ اول شيء الهدف من المشروع هو اني انا اقيم صناعه وادخل في السوق العالمي لاعاده التدوير. ونفس ما احنا نشوف ان توجه خطة التنمية اليوم في الكويت دائما قاعد تحث على ان احنا نبحث عن مصدر ثاني للدخل غير النفط. انا ما ابي اقاطعك اخت فرح، ولكن ابي اقاطعك شوي، نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع ضيوفنا، خلكم معنا مشاهدين. رجعنا معاكم مشاهدينا الكرام، نستكمل حوارنا مع فرح شعبان من فريق أمنية لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية. خلينا نرجع معك فرح، كنت أسألك شنو المنتجات اللي تطلع فيما بعد صناعة أو إعادة صناعة إعادة التدوير. كنت قاعد تقولي لنا أن أنتوا تهدفون لهذه الصناعة أنها تكون موجودة، ولكن ما كملنا، طلعنا الفاصل مع زميلي بدر. طبعا طموحنا بالنهاية أن إحنا ندخل في سوق صناعة إعادة التدوير العالمي، ويكون عندنا أو نخلق عندنا أحد الصناعات اللي تدخل في كدخل حق الدولة من بعد النفط إن شاء الله، الله يوفقنا فيها. شنو الأشياء اللي تطلع من إعادة تدوير عبوات المياه البلاستيكية؟ باختصار هي وايد أشياء، بس باختصار أنا ممكن أقول لك إن هذا البطل بدل لا يروح بالمردم أو أحطه بالنفايات ويروح تحت الأرض وما يتحلل ويحتاج حق مئات السنين علشان يتحلل وتطلع منه غازات سامة ومضرة ويأخذ مساحة من الأراضي شاسعة، أنا هذا البطل ممكن أعيد صناعته. حلو. اللي هو إعادة تدويره، وممكن أسوي من بطل لبطل آخر. صحيح. ممكن أني أنا أستخدمه during the process هذا، أنا ممكن البطول هذه تعتبر مع خط الإنتاج، مع خط إنتاج معين لما أحطها عليه ممكن أن هي تطلع لي فليكس مثل الشيت هذه تكون عبارة عن مادة خام حق صناعة اللدائن مثلا اللي تستخدم في الأثاث أو في السيارات. الملابس اليوم تدخل فيها PET ريسايكلينج، تحديدا PET ريسايكل، فلها استخدامات كثيرة. وايد حتى صناعة بطول الماي، المصانع القائمة على صناعة المياه في أغلب دول العالم
تستخدم يا أما الفيرجن اللي هي المادة الخام نفسها تكون الأولية، أو تستخدم المعاد تدويرها صح. لصناعة بطول المي، فإحنا ممكن نعيد استخدامها بدل لا نخليها بالمرادم. كثير من الدول قاعد نشوف فرح انهم قاعدين يسوون انوار مثل اللي هي مرادم خاصه لطبعا البلاستيك، للزجاج، للورق، لغيره من الامور هذه لاعاده تدويرها طبعا ريسايكلينج. الفكره جدا حلوه بانها هي طبعا تحافظ على البيئه ايضا صح. قاعدين نشوفها بشكل كبير، لان مثل البطول هذه اللي قاعد تجمعونها بالكرتون هذه يعني لو ترمى بدون ما تتسكر في هناك اشعاع، يعني يمكن قالوا في دراسات يطلع منها اشعاع ضار اللي تلوث البيئه. انا اختلف معك، هذه معلومه جدا خاطئه. انا اسف، البلاستيك وهذا بحكم عملي في صناعه البلاستيك لعدد من السنين، البلاستيك هو بحد ذاته، انا دائما اقول البلاستيك هو شلون تستعمله، اذا تستعمله صح راح يكون صديق للبيئه. حلو. بحيث انك انت تخلق صناعه اعاده تدوير ما تقله في المرادم. اوكي، لكن اي شيء في الدنيا لا جوانب مضرة ولا جوانب مفيدة، لكن سالفة الإشعاع هذه لا غلط. كالبطل الزجاجة إذا ما تسكرت زجاجة الماء والرمل لا 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 ما يطلع منها إشعاع، ما لا علاقة لا لا, لا على الإطلاق. كل شيء موجود يعني إحنا قاعدين نستعمله مضرته على البيئة إنه ما يتحلل. حلو. فأنت قاعد يتكود عندك وتصير لايرز وقاعد تدفن فوقه. حلو. أوكي، لكن أنت بالكويت مساحتك صغيرة صح، يعني وين تبي تروح بالمرادم؟ صحيح. يعني احنا وصلنا ما شاء الله بالتمدد السكاني ان الرقعه السكانيه وصلت الى المرادم صح، فبالتالي انت وين بتروح في المرادم؟ شلون تبي تبني على هذه المرادم بالتوسع؟ اوكي، يعني المرادم واصله ترى حتى ارض المطار زين. صح. انا اشتغل في صبحان، تحت صبحان مرادم. اوكي، فيعني المرادم هالقرب هذا لنا، فالطريقه الوحيده ان احنا نخفف الردم في هذه المرادم. علشان كذي الدولة سكرت معظم المرادم ما عدا داء المردم اللي على الدائر السابع. ففي يعني في أشياء الواحد قاعد ياخذها بمفهوم خاطئ، مثل ما كنا نتكلم من قبل مثلا الترقيم اللي على البلاستيك من 1 إلى 7 يقولك على البي اي تي نمبر 1 يعني معناته استعمله مرة واحدة، هذا اعتقاد خاطئ جدا. هذه هم نزلوها من ضمن الدراسة، هذه في قالوا دراسة لا. اللي بطل الزجاجة الماء ويرميها وهي مبطلة تسبب احتباس حراري وإشعاع، وأيضا الأرقام اللي تحت لا الرقم مرتين. الرقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 لغاية 7 الأرقام اللي عندك هذا بس للتدوير. اوكي، يعني كل الواحد حطوه مع بعض، كل الاثنين حطوه مع بعض، لكن مسألة تستخدمه مرة أو مرتين أو ثلاثة هذه أصلا أشياء اسمها disposable أو أشياء تستعمل لمرة واحدة أساسا صحيح. فبس مكتوب 1 2 3 عشان تجمع واحد يميع واثنين يميع كنوعية كنوعية حلو. للتدوير عشان تجي تلاقي الرقم داخل المثلث مال رمز التدوير. إذن هو ما له علاقة بمدى الخطورة، لأن مثل ما ذكر زميلي بدر إحنا قاعد نواجه ترى مشكلة بالفعل. يعني أنت لما تبي تنقل معلومة أو تبي تخترع معلومة الله يخليك خليك دقيق، وإحنا لازم بعدهم نحاول نهذب معلوماتنا ونستقيها عدل. اليوم قاعد ناخذ المعلومة خلاص كشيء مسلم، للأسف في وايد ناس قاعد يروجون مسجات إن 1 و2 و3 هي على حسب الخطورة. لا. هذا إيش كثر خطر وهذا خطورته أكثر وهذا خطورة تعد ولا تشتري. لا 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 لا. فإحنا محتاجين إلى إعادة تدوير للثقافة فكرة إعادة تدوير شلون نستخدم الأشياء. قبل شوي ذكرتي شغلة جدا مهمة، يعني ما شاء الله مشروعكم هو تبي تتكلمون عن صناعة جديدة تبي تدخلونها بلس قاعد نشوف الهدف البيئي من وراها، ما شاء الله هي مشروع جدا مهم حق البيئة الكويتية. خلينا نتكلم عن الفريق اللي فكر بهذه الفكرة، سناء شلون يتكم الفكرة وشنو كانت في البداية؟ والله الفكرة فريق. مثل ما قلت لكم لأني أنا أشتغل في الصناعات البلاستيكية، فالفكرة براسي صار لها فترة يعني كم سنة، حضرت مؤتمرات وهذا وتثقفت فيها جدا وعرفت شنو التكنيكس مالتها وشلون نقدر نسويها والكلام هذا كله. وطبعا من خلال المؤتمرات وحتى في مؤتمر أو أكثر حضرته وقدمت في ورقة عمل حق ان شنو الفائدة او الطريقة اللي احنا نستفيد منها. ولما طرحت الفكرة على فرح وزميلنا الثالث سعود الفوزان فكروا ان ايه ليش لا خلينا نبتدي. ومن هني بدأت الفكرة معاهم، يعني فرح هي اللي استلمت زمام الموضوع وبدأت يعني هي تقول لكم عن تركيبها الصناديق واحد واحد بيت بيت بهالحر تروح تقعد تركب الصناديق.
نقول لها زين خلي احد نساعدني متطوعين، تقول لا لا ما عايز للحين ما عايزت. طبعا للحين احنا لازم ننوه على شغله ان هم للحين اللي يشتغلون على الموضوع، هم ما عندهم عماله يشتغلون معاهم في هذا المشروع. بايادي يعني الشباب الكويتيين بطموحاتهم قاعدين يروجون حق فكره جديده للحفاظ على البيئه، لاعاده تدوير، لخلق صناعه او دخول سوق الصناعه اعاده تدوير. الناس عندها اهداف جدا جميله. احنا نتمنى الحين هم هدفهم شنو يبون؟ يبون احنا نشارك في هذه الثقافه الجديده ونشارك معاهم في هذا الهدف السامي. بالتأكيد ممتاز. طبعا احنا شفنا الكرتون هذا وياكم مشاهدينا، موجود الكرتون اللي هو لمشروع امنيه، كرتون يعني قام طريقه حلوه ومصمم بطريقه يعني جميله، مثل ما ذكرنا قبل الهواء تكلمنا وياك فرح بان انتم صممتوا له اللي هو غطاء لفوق وطبعا داخله كيس، فشفنا طريقته عمليه وممكن ينحط في اي مكان يعني شكله ما يعطي شكل غير حضاري. طيب احنا شفنا هالكرتون هذا في كذا وزاره في كذا مكان، صحيح. فنبي نتكلم فيما يخص دخول المشروع هذا والمشاركة فيه بالوزارات اللي قاعدين تحطون الكراتين فيها. والله أول داعم للمشروع هو الاتصال شخصيا من وزيرة الشؤون، نعم. أم أحمد هند الصبيح، نوجه لها تحية حق استقطابها حق المبادرات الشبابية وسعة صدرها وحبها حق المشاريع اللي قاعدة تصير للمساهمة في تنمية القطاع الصناعي. أنا أتكلم على الصناعي تحديدا بحكم التعامل معها، ويعني اطلبت الكرتون شخصيا حق مكتبها وحق الوزارة، وحرصت أنه يركب عندها أول شيء بمجمع الوزارات وبالمكتب يا بعدها على طول. وأنا قاعدة أتكلم على 3 أيام، يعني إحنا أطلقنا الحملة ب5/8، إحنا يوم الأحد مركبين في الشؤون، يوم الأثنين ركبنا في المجلس الأعلى للتخطيط دكتور خالد مهدي الأمين العام بالإنابة، اتصال منه وأبي الكراتين عندي وأبي أسوي الفصل يعني وزعهم بطريقة جميلة، والعلاقات العامة مهتمين بالموضوع وعلى تواصل دايم معنا، اتحاد الصناعات الكويتية داعم قلبا وقالبا حق المشروع قاعد يسهل لنا الاتصالات والروحات والايات، قاعد يفتح لنا القنوات. فالتعاون من قبل الجهات المختصة اللي احنا بنستفيد منها في دعم هذا المشروع جميل، يعني يانا منهم حتى قبل لا احنا ننطر ان احنا ننتشر وايد علشان نوصل لهم، لا وصل لهم بطريقة سريعة طبعا بفضل السوشيال ميديا والواتسابات والوسائل المتنة. نفس هذا المشروع يحتاج إلى مشاركة من المجتمع طبعاً. يعني فرح أكثر شيء نوهت عليه إحنا بهذا اللقاء نقول حق الناس إحنا شنو نبي منهم. خلينا نتكلم عن رغبتكم اليوم في مشاركة المجتمع بهذا المشروع. شنو الخطوات اللي لازم يتخذها كل شخص يشارك في المشروع؟ شنو الثقافة اللي لازم تكون عند شخص من خلال تعرفه على مشروع أمنية؟ أنا أول شيء أستسمح منهم التأخير في التوصيل، يعني أنا اليوم قمت أوصل المسجات اللي أتلقاها، قمت أعطيهم مواعيد من بعد 6-9، لأن إحنا ما قاعدين نرد أي منطقة، إحنا وصلنا للشاليهات، فبالتالي أي أحد قاعد يدخل عندي طلب أنا قاعدة أوصل له. طبعا خلينا نوضح بس شغلة، الطلب هو على الكرتون اللي راح يكون موجود بالبيت، وبي اي تي 1 اللي هو البلاستيك اللي من هالنوع هذا اللي ينحط داخل البوكس اللي انت وتوصلونه. صحيح. فالمسجات اللي قاعدة أتلقاها قاعد يحسون ان الوقت متأخر بالتوصيل، التوصيل قاعد يتأخر لان احنا اصحاب المشروع، احنا اللي قاعدين نوزع وحريصين على هذا الموضوع، لان البيت اللي اوصل له ابي اذا طلعت الميمة ولا الشاب ولا الخادم منو ما يطلع لي ابي انا اوجهه، ما ابي اي احد، ما ابي اي عمالة احطها باكر يوصل الكرتون ويطلع، لا انا ابي اوصل لي عند بيته، أبي لما أركب الكرتون أقول لها سوي كذي سوي كذي، في كيس إضافي داخل الكرتون إذا امتلى هذا شيلي ربطي حطي الكيس الثاني، وأنبهها شنو أنواع العلب، أقول لها الماء بكل ألوانه بكل أشكاله بكل أحجامه ناخذه حطي داخل، علب البيبسي والكوكاكولا الشفاف ناخذها، في الوجبات الغذائية اليوم قامت تنزل بالعلب الشفافة ناخذها، عصاير نادك والمراعي أبين لها، لأن هذيلي ربات بيوت أو هذيلي في البيت، فيحتاج أنه هو يتثقف. بعدين أذكر له أقول له شعار التدوير اللي هو هذا اللي على الكرتون اللي داخله رقم 1، حتى علب الشامبو احيانا حتى الاذر برودكتس تلقى عليها، بس اقلبها تشوف تحت شعار التدوير، اذا واحد حطه داخل احنا ناخذه.
ويكون التواصل بيننا وبينهم مباشرة دايركت. في ثقة يصير لما الشخص اليوم يبي يشارك في مثل هذه المجالات، سواء شيء يخص البيئة، شيء يخص مشروع وطني. دائما تشوفون أن الشاب أو الشابة أو أي شخص يتشجع لما يشوف أن أصحاب المشروع كويتيين وهم اللي قاعد يجاب لهم مشروع. طبعا أتفق معك، تعب كبير يبقى. قاعدين تقومون فيه بأن بنفسكم قاعدين يعني تجابلون هالمشروع وتروحون بنفسكم لطبعا المنازل، المنازل اللي يبي طبعا يساهمون في هذا المشروع. جميل، احنا اهلنا نحبهم، هو شيء حلو. جميل التواصل معه. هو احنا مشروع امنيه مو لنا، مشروع الامنيه حق كل الكويتيين، كل اهل الكويت. صح. يعني منهم ولهم، احنا نروح لهم علشان نحسسهم ان هذا شغلهم وهذا مجهودهم وهذا تشجيعهم، وهم بصراحه احرجونا في دعمهم السريع في المده القصيره هذه، فيستاهل كل واحد وواحدة العنوة لهم ان احنا نتعنى لهم، نتعنى لهم بعيوننا، والمشروع مو مشروعنا بروحنا. نعم. منهم ولهم. صحيح. طبعا ممتاز. طيب اخت سناء، دعنا نتكلم وياك بخصوص المشروع اليوم. انتم قاعد تتعبون في هالمشروع، نبي نعرف شو اللي بتوصلوا له من وراء هالمشروع. يعني انتوا قاعدين تجمعون هالزجاجات اللي هي البلاستيكيه او غيرها، اي احتياجات من البلاستيكيه قاعدين تجمعونها في هذه الكراتين، طيب شو الخطوه اللي بعدها؟ الخطوة اللي بعدها، هذه الخطوة عادة، يعني احنا الحين الشعار مالنا او السلوغن مالنا الحين في المرحلة الاولى ان احنا بادرنا. حلو. واهل الكويت تعاونوا. حلو. اوكي، والنتيجة راح تكون للكويت كلها. الجزء الثالث اللي لازم يتعاون معانا هو الحكومة، هو بتوفير ارض صناعية ورخصة صناعية لاقامة اول مصنع فعلي لتدوير عبوات المياه البلاستيكية. حلو. اوكي، مثل ما قالت فرح، هذا يدخلنا في سوق إعادة التدوير العالمي، هذا يعزز النشاط الصناعي في الكويت، هذا يخلق فرص عمل للشباب، هذا مستقبل دائم لمورد. يعني أنت المادة الرئيسية مالتك أو المادة الأساسية مالتك يعني مو جايبها من برا، أنت من استهلاكك، منك وفيك، فبالتالي حتى ما تجيب شيء من برا، أنت قاعد تصرف اللي موجود اللي أنت أساسا متوهق فيه لأنه قاعد يخرب عليك. فبالتالي استدامة المشروع تكون يعني قائمة لأن المادة الخام موجودة بيدنا. لأنه صار عندنا تعدد المدخول طبعا في الدولة قاعد يزيد أيضا عندنا مدخول. وهذا على فكرة هذا بند رئيسي جدا في خطة التنمية الخمس سنين هذه، اللي هو مو بس أن الصناعة تكون المدخول الرئيسي الثاني غير البترول، أن صناعة التدوير تحديدا بتكون احد هذه الدعائم الصناعيه. حتى على المستوى الاجتماعي في شغله جدا جميله، لو صار بالفعل عندنا هذا المصنع، لو صار عندنا في تعاون، مجرد انه يكون مصنع معناته غالبيه المجتمع الكويتي متفاعل مع المشروع. راح يصير عندنا ثقافه جدا جميله وجديده بخصوص البيئه، شلون احنا نتعامل مع مثل هذه المواد. احنا اليوم بس قاعد ناخذها ونستعملها، احنا مو عارفين شنو الماده وشنو طريقه اعاده تدويرها وشلون احنا نقدر نستفيد منها. جدا جميل ان انتم بالفعل لكم ايد في هذا الموضوع، تعديل لثقافة المجتمع من هذه الناحية، صناعة جديدة تدخلونها في السوق الكويتي، أيضا حتى نشوف الناس راح تكون متعاونة معاكم مشروع مثل ما قلتي حق الكويت. احنا كذي خلصنا هذه الفقرة، مشكورة سناء جدا على وجودك معنا، ومشكورة فرح أيضا على وجودك معنا. شرف لنا. طبعا بنذكر احنا بالتواصل الانستغرام مالهم راح يكون معنا على الشاشة، اللي يحب أكيد يحصل على هذا الصندوق أو هذا الكرتون علشان يشارك في حملة أمنية أو مشروع أمنية، يقدر يتواصل معهم من خلال الانستغرام اللي على الشاشة. احنا راح نروح اكيد فاصل. اكيد اكيد، ولكن قبل لا نطلع فاصل انا احب اشكرهم مره ثانيه على تواجدهم وعلى شجاعتهم بانهم يدخلون في مثل هذه المشاريع الكبيره. هذا مشروع اليوم جدا حلو ان احنا نشوفه، اعاده التدوير، مدخول ثاني، مصدر جديد للدوله، بان بدل ما احنا متكلين على النفط يكون عندنا مصدر ثاني للتدوير مثل ما ذكروا الخوات. نشكرهم على طبعا نشاطهم. نعم. وقوتهم وعزيمتهم انهم قاعد يتعنون ويروحون بنفسهم الى 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 طبعا البيوت اللي قاعدين يساهمون في هذا المشروع. كل الشكر لكم، تشرف فيكم مره ثانيه. الله يسلمكم. الله يسلمكم مشاهدينا، نطلع فاصل ونرجع نتواصل معاكم، نتعرف على ضيوفنا اللي دخلكم معنا.